حميد، فاكر البداية أول مرة دخلت فيها النادي الأهلي وإمتى ومين الشخصيات اللي قابلتها مع بدايات تعارفك بالنادي الأهلي؟ أنا دخلت النادي الأهلي الحقيقة من زمان قوي، سنة 56، وكنت داخل بطريقة عائلية مع العيلة. ومن سنة 56 ابتديت أتابع كرة القدم. أنا سنة 58 هيدي كوتي شافني وأنا بلعب كرة، فاقترح أن أنا بكون في الناشئين. قعدت في الناشئين من سنة 58 لغاية سنة 61، وأصبت إصابة بالغة في ركبتي ما قدرتش أكمل. لكن الفترة دي شفت فيها عبود باشا لغاية سنة 58، وكنت الحقيقة بمشي وراه وأنا طفل صغير أشوف هذا الرجل كان بيحب النادي الأهلي قد إيه، درجة حبه قد إيه. بعد كده صالح سليم كان صديق عزيز جدا ليا، وكنا أصدقاء، وكان الحقيقة أنا تعلمت منه حاجات كتير جدا. فالشخصيات دي شخصيات ممتازة، ما أقدرش أنسى كابتن عبد صالح الوحش كان المدرب بتاعي، وبعد ما ساب تدريب الناشئين وبقى مدرب الفريق الكبير الكابتن كامل مسعود هو اللي كان مدرب لينا. كل هذه الشخصيات شخصيات رائعة ممتازة. كان مركزك ايه في الملعب يا دكتور بجنيد؟ احنا طبعا لسه هنتكلم مع حضرتك باستفاضه عن كل ما تريد ان تقوله عن كل الشخصيات اللي حضرتك تعاملت معاها واللي بتحمل ذكرى لها في تاريخ تعاملك مع هذه الشخصيات كرموز كبيره في تاريخ النادي الاهلي. لكن فيما يتعلق بكره القدم، حضرتك بتقول انا لعبت كره قدم مع النادي الاهلي، كنت كابتن الفريق سنه 58 بالظبط كده لغايه 61، والاصابه في الوقت ده كان طبيا صعب التعامل معاها، ما كانش الطب الرياضي تقدم بشكل ما قدرش ان انا ما قدروش يعملوا حاجه لركبتي، وانا كنت انسايد ليفت وكنت سكورر. والحقيقه كان في يعني المدربين بتوعي كابتن عبد صالح الوحش وكابتن كامل مسعود كانوا معجبين بيا جدا، لكن ربنا ما اردش ان انا اكمل في نفس الكارير. وكان عندك الرغبه في الاستمرار كلاعب كوره؟ رغبه شديده في الاستمرار الحقيقه، لان حبي لكره القدم كان حاجه خياليه، وحبي للنادي الاهلي كان زي حبي لكره القدم. ليه انا حبيت النادي الاهلي؟ لأن زي ما انتوا عارفين النادي الأهلي أقيم لأسباب وطنية، والنادي الأهلي ده اتعمل علشان المصريين، وسمي الأهلي علشان أهل مصر، لأن الأندية كانت للأجانب في الوقت ده، وكان نادي الجزيرة للإنجليز، وكان اتعمل النادي الأهلي للمصريين، وكان رئيس النادي الأهلي دايما هو رئيس وزراء مصر. من الأول سعد باشا زغلول وعبد الخالق باشا ثروت جعفر ولي باشا، كل رؤساء وزراء مصر هم رؤساء النادي الأهلي، إلى أن جاءت فترة كان ضروري حد بيزنس مان كبير يمسكه، لأن كانت النواحي المادية عايزة تثبيت. فعبود باشا جه ومسكه، وكل دخل شركة السكر المصرية كان بيجي للنادي الأهلي. قد ايه حب هذا الرجل للنادي الاهلي فوق الخيال. الرجل ده يعني من ضمن الناس اللي هو كان معتني بيهم، كان معتني كابتن صالح، كابتن عبد الوهاب سليم، كابتن طارق سليم، الناس اللي قدام، الناس الجميله. الحقيقه عبود باشا من الناس اللي اثروا جدا في هذا النادي. وضروري نقول هو النادي الاهلي لبس احمر ليه؟ هنقول ده سؤالي التالي لحضرتك. لكن حضرتك بتقول ان جزء كبير من حبك للنادي الاهلي كان مرتبط بامرين، حبك في الاساس لكره القدم حتى لو ما استمرتش في الملاعب كلاعب كره، والامر الثاني ارتباط النادي الاهلي منذ مولد النادي الاهلي بالكيان المصري بشكل عام، جزء من النسيج المصري. بالظبط، كان في ثلاث كيانات كبار، كان نادي الجزيره واخده الانجليز، النادي الاهلي واخد كل المصريين، اما الاجانب اللي هم مش انجليز ومش مصريين اتعمل لهم نادي اسمه المختلط، والنادي ده بدا مكان كازينو قصر النيل، والمختلط ده كان كل الناس اللي مش مصريين اللي جوا مصر بيلعبوا فيه، زي اليونانيين، زي الطلاينة، زي الناس من السودان كتير، من النوبة كتير، من لان كانت الهجرة الى مصر هي الحاجة اللي موجودة في هذه الأيام. الهجرة إلى مصر من سنة 47 لسنة 50، زي ما كلكم عارفين إن القاهرة خدت أنظف مدينة في العالم 3 سنين، وكانت الهجرة إليها جبارة، لأن الحياة فيها كانت راقية جدا، الحياة فيها كان مستواها عالي جدا. فكان في 3 كيانات، كيان للإنجليز نادي الجزيرة، كيان للمصريين هو النادي الأهلي،
كيان لكل أجنبي آخر وهو المختلط، اللي بعد كده اتنقل وبقى اسمه فاروق، ثم اتنقل إلى الزمالك. فيما بعد هل تأثرت بشخصية عبود باشا؟ كلام حضرتك عنه، هل أثر في شخصية الدكتور محمود بجنيد الذي أصبح فيما بعد رجل الأعمال المحب للنادي المشارك الداعم اللي بيدخل وحريص على المشاركة من خلال الانتخابات وتولي مناصب إدارية؟ هل تأثرت بهذه الشخصيات اللي دعمت النادي إداريا وماليا؟ تأثرت بيها جدا، لأن هو كان لا يبخل على النادي الأهلي بأي شيء، وكنت لدرجة ان انا ببص على الميزانيات وانا صغير. ميزانية النادي الاهلي كانت 5000 جنيه ما كانتش موجود فيها غير 3500. طلعت حرب باشا تبرع ب1000 جنيه فبقى 4500. فجي عبود باشا كان رجل مقاول لكنه اشترى شركة السكر المصرية فقط علشان دخلها يجي للنادي الاهلي، وكانت المعسكرات بتاعة النادي الاهلي بتتعمل في شركة السكر المصرية. راجل كان بيحب فعلا النادي الاهلي من حبه المصري، كان في ربط، كان في علاقة. اللي بيخش النادي الاهلي بيخش وبيقول انا داخل حتة فيها المصريين، المصريين الجمال اللي هم ما تقدرش كمان تخش النادي الاهلي وفيها المصريين وما تلاقيهمش لابسين احمر.